زيدان روح صح لأبوك. ها أبويا مسافر. لا تكذب لك ابن الأرنب، قبل 4 أيام تنفت أبوك طب للبيت وبعد ما طلع من ذاك اليوم. يجوز طلع من أنت ما موجود كابتن. نائب حمودي أنا مخلي مراقب على بيت أبو زيدان 24 ساعة وأنا أقول لك ما طلع. يعني مخلي كاميرات لو شنو؟ قلت مخلي. وليش لتراقب بزيدان يعني؟ مو هذا غدار ما أمن منه. لعد ما عندك خبر ليش مدى يطلع من البيت؟ ما أعرف بالضبط، بس أقرب تفسير إنه نتوانى كاتلاته ودافناته بالبالوعة. زيدان روح صيح أبوك بسرعة. أبويا نايم. لا ما نايم، روح صيح له. لا أبويا بالتواليت. زيدان خلي طبول للبيت وطاح حظك كذبة مثل العالم هم ما عرف تكذب. هاولك مدتر ببطانية يمكن تخبلت رتمي. ما عليك انت. خير ابو زيدان شبيك مريض؟ ما ادري والله ابو حمودي. يا خاف مستبرد شي؟ لا بالعكس محتار. لا عاد ليش لاف روحك ببطانية؟ ابو حمودي راح اقول لكم على الموضوع بس رجاء ما اريد احد يعرف بي. شنو هسه يا اخوي دحكي؟ ابو حمودي هاني يمكن حامل. ها شنو؟ ايوه واخيرا توتها بيكم مخدود وحبلتك. نص صوتك هاي حيوان. راجعت طبيب شي على مود تعرف شنو علتك؟ لا والله ما راجعت استحي. تمشي وياي لعد. وين؟ اعرف طبيب اختصاصه باطنيه كلش فاهم واكيد راح يعرف شنو علتك. عيني بس نريد حجز باسم ابو زيدان. بسيطة انطوني الكشفية 30,000. مشكات 30,000. ليش اش دعوة؟ انا دوم اراجع يم طبيبي بشيخ عمر كشفيته 5,000 بس. يما تروح تراجع يمه. نروح ليش لا؟ ابو زيدان اخاف هذا مو طبيب تورنتش بشيخ عمر. لا عين طبيب واحسن طبيب هم وعيادته صايرة بوحدة من الفروع يم السمكرية. دكتور شوف هاي بطني منفوخة ما اعرف شنو السبب. سلامات ان شاء الله، راح اكتب لك تحاليل وسونار سوين وتعالي. دكتور اكشف لي بدون تحاليل وسونار راح ملل لك. لا هالمرة تحاليلك وسونارك ضروريات. عيني ما قلت لي هاي التحاليل شقد تكلف. اخويا كلها تكلف 35,000. لعد ما اريد، رجع لي دمي يلا. شلون يعني شلون ارجع لك دمك؟ رجع لي دمي بسرعة. أبو زيدان الطبيب قال لك التحاليل ضرورية ليش ما سويتها؟ ما شفت يقول لي 35,000. خوباني أعرف مختبر على قد الحال سوي التحليل على 1,000 وربع.